خايبي تيصلي تيصلي في رمضان من احسن ما يصليش كاع حيت تياخد يد ذنوب وهاد الشهر زعما مبارك من الاحسن الواحد يصوم يصوم يصلي ويسالي رمضان ديك الساعه يبقى مولف ما جابش الله المهم هذا اللي عليه ماشي يصلي في رمضان ويمشي والله يسمح الجميع الله يسمح الجميع ورمضان مبارك شنو تبغى تقول لهاد الناس هذا؟ واخا ما يصليش غير تيهد براسو بالرجول اللهم بعدا يمشي يبقى زوون مع اللهم مع اللي خلقو بعدا اما ماشي بحال هكا تيصلي في رمضان تيسالي رمضان ما كاين والو ما كاين شيء والله يعفو الجميع والله يسمح الجميع كاين الناس اللي تيصليو غير في رمضان تيعبدو غير رمضان وكاين الناس اللي تيصليو راه ديانين تتلقاهم دائما ديانين دائما تيعرفوا الله وكاين اللي معهم تيعرفوا تيعرف غير في رمضان تيعرف الدين تيدوزو تيدوز هاد الشهر دين ومنين تيكمل راه تيرجع للدين اخر ما تيبقاش في الدين ديالو شنو الموقف ديالك من هاد الناس هذا؟ تيقول مسلم وهو راه كافر ماشي مسلم خصو الا كان مسلم خصو يصلي يو كي رمضان بلا رمضان هادشي اللي تنقول لك شنو تبغي تقول لهاد الناس واش غادي نقول لهم ما عندي ما نقول لهم هما عارفين شي الله يهديهم الله يهديهم دائما الله يهديهم دائما الله يهديهم انا تنطلب لهم الهدايا من عند الله كاين شي ناس اخويا صح اللي كيكون العبادات غير في شهر رمضان صراحه العبادات تكون خصها تكون دائما يعني وتقرب الله هادي يعني بحال شهر رمضان هو شهر الواحد للعباده الله يسهل عليك وذكر الله على بذكر الله يطمئن القلوب لا ابدا يعني العباده دائما يعني الانسان الا بغى يعني الخالق ديالنا راه دائما مفتوح ابواب الدعاء مفتوحه ودائما يعني قريب لنا فاذا سالني عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني يعني اي وقت ممكن نتوجه ليه يعني نعاودوا ليه بحال يعني اكثر انسان اكثر يعني واحد اللي ممكن يعني يسمع لينا ولكن بالطرق بالتقرب اليه ماشي يعني ماشي بالاقتصار على العباده في واحد الشهر يعني كان داك الشهر بحال داك الشهر رمضان هو يعني هو الشهر الوحيد اللي ولكن بالعكس راه ربي كيعطينا وقت يعني قبل الممات اللي خصنا نتقربوا ليه في جميع الاوقات في جميع الظروف ماشي في رمضان فقط الناس يبعدوا على هادشي التلفازه يعني شي الناس الا خداو غير الكتب الدينيه وبداو كيطالعوا عليها راه غيلقاو فيها واحد المجال كبير باش يتقربوا لله الا غير مثلا بعدوا على هادشي ديال مثلا وسائل الاعلام ماشي وسائل الاعلام هادشي ديال الاباحيه الافلام والمواقع الاباحيه وداكشي وتقراو يعني ودخلوا يعني قراو الكتب وفهموا الدين ديالنا بعمق يعني غيفهموا وغادي يتقربوا لله غيعرفوا اكبر مجال يعني فيه في كل شيء فيه كل حاجه يعني كيتناقضوا في الصلاه يعني ما تيصلوش رمضان لا كيصلوا غير في رمضان كيصلوا غير في رمضان يعني كيسموا حنا عبادين رمضان هادو اللي كيعبدوا رمضان هي الصلاه ديال هي الصيام ديال المراه مقبول لانه الصيام عنده الاجر ديالو اما الصلاه يعني ما كاملش يعني الدين ما كاملش يعني لانه الدين واقف على القواعد ديالو راك عرفتي الصلاه والزكاه ورمضان والحج لمن استطاع اذا تتبقى القضيه خصو هذه غير فرصه تذكير منها انه رمضان كيجي شهر في العام ياك مره خصو ملي كيجيك بحال ديك التذكير انك غادي في لوطرود وكتخرج لك 120 تتفكرك في الحياة ديالك إلا ما هذا العام ما توصلتي باش تبدا كتصلي ولا الصلاة خصها تكون دائمة الصلاة ماشي رمضان ولا الصلاة خصها تكون دائما كل في حياة كلها هي الصلاة عندها كتاب موقوت يعني كل العصر العصر ما فيش المناقشة شنو الموقف ديالك أنت الشخصي من هاد الناس هذا كيصلوا غير في رمضان؟ تيصلي في رمضان ما كملش الدين ديالو خصو يكون هكا من طبيعة الحال إن الصلاة كانت كتابا موقوتا الا ما كتصليش في الوقت ديالك الصلاه ديالك ما تتولي غير كتقضي تفخين الصلاه راه عندها الا بغيتي الاجر إيه هذا الشيء كنهضروا الا بغيتي الاجر ما الا ما بغيتيش الاجر ما راك حر ماشي ما عندها حتى شي قاعده هذه
ما كاينش اش بغيتي نحكموا عليهم؟ اش بغيتي نقول لهم؟ ما 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 ماشي قاعده يعني يجي يصلي خمس ايام ما تصليش. شنو بغيت تقول لهاد الناس هذا؟ ايه الله يهديهم، اش تقول لهم؟ الصلاه الصلاه نهار اللي كيهديك الله ما حد كعيش راه كرمك الله دار فيك خير، اما الا الا متي ما صليتيش راه لا لا راك غادي برودوي كي تيقولوا خاولوا بفضل خاولوا بفضل تقول لا اذا الصلاه راه شوف الدين راه كامل الاسلام راه كامل اللي بغى الاسلام راه كامل راه الصلاه والصيام وكي قلت لك في الاول لاني خاشب ما تقول لي نصلي خمس ايام هي بحال اللي كيصلي غير رمضان ويعاود يقطع بحال بحال. بالنسبه للصلاه، الصلاه هي عماد الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم على سبع واضربوهم على عشر، يعني الصلاه هي اللي كتعلمنا القيم ديال الدين ديالنا، وكتعلمنا انه نعبد الله، وانه تتعلمنا حتى الاخلاق، وعندها منافع كثيره، وهي ولا بد خص الواحد يصلي ماشي غير في رمضان، يكون يصلي دائما لله ويصلي الصلاه في وقتها. شنو الموقف ديالك من هاد الناس؟ خص شويه ديال التوعيه، خص يمشيو للجماع يسمعوا الفقهاء، وكاينه التربيه من الوالدين، يعني الصلاه راه التربيه كتبدا من الوالدين، يعني الا كانوا الوالدين كيصليو وكانوا متبعين الله راه حتى الاولاد حتى هما كيكونوا يعني تيكونوا حتى هما متبعين الطريق الصحيحه. شنو النصيحه ديالك للناس اللي كيقطعوا الصلاه؟ الصلاه نورمالمون خص الواحد ينتبه ليها، هي الاولى، يعني الصلاة، وأنا كنصح حتى الناس من بعد الصلاة القناعة، الواحد ملي تيقنع تيدير مثلا حاجة واحدة العمل ديالو ويصلي لله ويحترم الناس، ملي تيكون واحد ما عندوش القناعة تيبقى يبغي يدير 300 حاجة في النهار وما تيبقاش ليه الوقت للصلاة، إذا القناعة هي مهمة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.